واللي فاجئنا بصدور ألبومه الجديد مكانك في السنة الجديدة. وأغاني الألبوم بسرعة جدا حققت ملايين الاستماع على كل الأبليكيشنز على السوشيال ميديا، وخصوصا أغنيته مكانك اللي حققت لوحدها 6 مليون فيو بعد ما نشرها بدقائق بس، وسلامك وسيلفي 891.4 ألف فيو، ويا قمر 479 ألف فيو. ألبوم مكانك بيجي بعد 3 سنين من طرح ألبوم يا أنا يا لأ اللي طبعاً ضم 12 أغنية. عمرو دياب نشيط جداً على الإنستجرام وبيتابعه 23.6 مليون فولور، وهو بيتابع 18 أكاونت بس، منهم طبعاً ولاده نور وعبد الله وكينزي وجانا، وكمان الفنان أحمد حلمي وراغب علامة. الهضبة نشر على الإنستجرام حوالي 1351 بوست لحد دلوقتي، طبعاً أغلبهم صور من حفلاته وفيديوهات لأغنيه، وصور ليه مع أصحابه وفرقته الموسيقية. ولكن آخر صورتين ليه وهو بيحتفل أنه تم اختياره كأكتر مغني استماعاً على أحد المنصات الغنائية، وكمان صور من حفلته اللي كانت في ليلة رأس السنة في دبي. تعالوا نروح لليوتيوب، القناة عليها أكتر من 5 مليون مشترك ونشر حوالي 95 فيديو لحد دلوقتي. القناة دي أطلقها عمرو دياب سنة 2006، ولحد دلوقتي حققت إجمالي مشاهدات لكل الفيديوهات وصلت لمليار و800 مليون مشاهدة. قناة عمرو دياب على اليوتيوب بقت هي المصدر الرسمي والرئيسي لكل ألبوماته الأخيرة، وتحديداً من أول ما بدأ ينتج ألبوماته بنفسه من سنة 2016 من ألبوم أحلى وأحلى. وبكده نكون خلصنا فقرة السوشيال لاب، ودلوقتي تعالوا نروح لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا مع ضيف ترندز النهاردة.